اهلا بحضراتكم معانا مره تانية، بنكمل كلامنا حول مشاكل فيسبوك وواتساب ودلوقتي كمان تويتر زاد علينا بعد الانستجرام. المهندس مهاني روماني رزق الله، استشاري التحول الرقمي والحوكمه، مساء الخير يا فندم. ايهاب بيه، ازي حضرتك؟ وتحياتي لكل الساده المشاهدين. باشمهندس روماني، يعني تقييمك لاسباب العطل ونتائجه. بص يا فندم، طبعا احنا عندنا اكتر من احتمال، لانه احنا الموضوع ده حصل بالظبط، خليني اقول ابتدى يبقى موجود على الواتساب وبعد كده الفيسبوك وتويتر من تقريبا الساعه 5:30، يعني من 4 ساعات مثلا. ففي دلوقتي تحليل بيقول ان في ثغره في بروتوكول اللي هو الاس ار تي سي بي. الثغره دي تم استغلالها انها توقع المواقع الثلاثه دول، وهم اونينج يعني الفيسبوك وتويتر سوري الفيسبوك والانستجرام والواتساب، دول كيان واحد. هم دول اللي بس يعني ايه ثغره في البروتوكول؟ ثغره، انا افهم انه في ثغره في السيرفر زي ما الباقيين قالوا، لكن ثغره في البروتوكول معناها ان ده مقصود. طبعا طبعا، يعني هو ده كمان على الاندرويد والايفون الاثنين. بتقدر تخش تصيب نقل البيانات، ودي نقطه حاليا بيتم معالجتها، وده ذكر على فكره، ذكرته من شويه صغيرين الفاينانشال تايمز. انا فاكرك يعني هتقول زوكربيرج اللي هو صاحب الفيسبوك. يعني هو فاينانشال تايمز قالت التحليل ده. واخد بال حضرتك؟ فطيب انا عندي اكتر من احتمال، وتكنولوجيا المعلومات علمتنا ان احنا نحط اكتر من احتمال لغايه ما نقدر نوصل للحقيقه يعني. وده بدري دلوقتي ان احنا نقدر نوصل للحقيقه دي. طبعا احنا سمعنا من 3 ايام انه هيتم تحديث السكيورتي على الواتساب. تحديد ولا تحديث؟ تحديث. تحديث يا فندم. اتفضل. تحديث. ف هل يا ترى التحديث ده ادى لانه يحصل المشكله في ال3 سيرفرات دول؟ وده برضو يحطنا قدام تساؤل مهم جدا، هو لغايه امتى احنا هنبقى ديبندنت؟ وانا شايف انه رب ضرة نافعة يعني، ده والكلام ده انا شخصيا ناديت بيه من ما بدري. هو يعني من يعني مش عايز اقول امثال مش لطيفة، لكن هو في الاخر فعلا يا قلبي لا تحزن، لان انت دلوقتي لما بوابة الاهرام بتعرض عليك عبر تقرير سكاي نيوز عربية ان انت تروح لفايبر وتروح لسيجنال وتروح، طب ما هي بعد شوية يحصل مشاكل في الحاجات التانية، وهم طبعا بيلعبوا بينا لان احنا اللي محتاجينهم. من هنا اخدك للاحتمال الثاني، من هنا اخدك للاحتمال الثاني، ان هو ده ممكن يبقى انا كاونر لدول او الكيان ده بيحسسني كيوزر لو انا وقعت الحاجه دي انت بقى هتعمل ايه من غير. ايوه، ما انا قلت ده في بدايه الكلام عن الموضوع دوت، بيقول يعني they may be checking their price، بيجربوا فلوسهم يشوفوا. يعني ده احتمال تاني، خلينا احنا بنحط احتمالات، احنا مش عندنا اجابه واضحه برضو عشان تمام. محدد. طب قول لي بسرعه الاحتمال الثالث، لان انا ما خدتش اي حاجه من الاخبار المفروض اخدها في حلقه النهارده. الاحتمال الثالث انه هو يكون هاكينج كتير جدا، بيورينا اهميه دلوقتي. لو تاخد بالك ده تعرض ليه العالم اكتر من مره، تعرض ليه في 2017 اللي هو فيروس الرانس ماير اللي بيخش يفرغ الكيانات من الديتا، فيبقى الكيان ملوش اي لازمه. ايوه، واخد بال حضرتك؟ طيب، وكمان في احتمال جوه الاحتمال ده ان انا ممكن اكون ضربت الداتا بيز بتاعه الكيانات دي، اللي هو الهاكر يعني، الاحتمال اللي هو الاختراق. الاحتمال انت عارف هو بيتم ازاي برضو الجديد، ان انا اشيل الشارج يعني اوقع السيرفر ده، اشيل عنه الكهرباء زي ما بيقولوا. تمام يا فندم، السيرفر ده طلع من الخدمه. بشكرك يا فندم جدا، مهندس روماني رزق الله، استشاري التحول الرقمي والحوكمه، شكرا جزيلا. و احنا مش هنقعد نضرب اخماس في ازداد، خلينا ناخد استاذ كايد عمر المحلل السياسي من بريطانيا، من لندن بالتحديد. استاذ كايد، مساء الخير. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام.
يعني من فضلك قول لي الموقف عامل ازاي. احنا كان معانا قاهرة، سويسرا، امريكا، خبراء يعني صحفيين وخبراء في الموضوع الرقمي ده، وحضرتك ايضا من هؤلاء الخبراء بالاضافة لانك محلل سياسي. تقول لنا ايه على الازمة دي؟ يعني هذه الأزمة مقلقة جدا، والوضع الاقتصادي العالمي هو الآن يعني في مهب الريح. عم نتكلم عن أسهم شركة الفيسبوك والإنستغرام والواتساب، وهي شركة موحدة، الأسهم عم تنزل. أيوة. وطبعا هذا راح يؤثر اقتصاديا. أيوة. على الشركة ومرابح الشركة ومدخولات الشركة، وطبعا بالإضافة إلى أنه هناك مشكلة في التواصل ما. أيوة. بين الناس على الانستغرام والواتساب والفيسبوك، والآن يعني استمرت المشكلة لأكثر من 3 ساعات أو أكثر، وهذه المشكلة لأول مرة يعني على مستوى عالمي، هي مشكلة يعني كبيرة ومشكلة يعني مهمة جدا، وبالتأكيد يعني من الضروري حل هذه المشكلة حتى أن ترجع الأمور إلى نصابها، وحتى لا يتضرر الاقتصاد العالمي، وحتى تعود يعني وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل يعني من إعلانات ومن تجارة ومن اقتصاد إلى نصابها الصحيح. طيب أستاذ كايد، هل حضرتك بترى أنه الأزمة دي في مصلحتنا إحنا كمستخدمين أن إحنا نتحول لشيء أكثر أماناً، ولا يعني كلهم زي بعض وكلهم بيلعبوا بينا؟ زي مثلا الأرباح المذهلة اللي حققها زوم بسبب برضو مشاكل مشابهة بعد كورونا، أصبح وسيلة التواصل نشوف بعض كاميرا وصوت لأكثر من 300 واحد عبر زوم، فارتفع رقم المستخدمين ارتفاع غير طبيعي في وقت قليل جدا. فهل أنت بتشوف أن ده في مصلحتنا ولا مش مصلحتنا، ولا ليس لنا إلا أن ننتظر الحل من أصحاب هؤلاء؟ يعني هذه المواقع يعني كما قال الحكماء، يعني مصائب قوم عند قوم آخر فوائد. أيوة. يعني بالنسبة للفايبر وبالنسبة للتليجرام وبالنسبة للشركات الأخرى المنافسة للواتساب وللإنستغرام وللفيسبوك، يعني حتكون إذا هو الفيسبوك حتكون مشكلة دائمة وحتكون مشكلة طويلة. أي. اللي حيستفيد من هذه المصيبة الأزمة اللي هم الشركات الأخرى. أنا لاحظت يعني في 3 ساعات الأخيرة ازدياد إقبال الناس على الفايبر طبعا، وعلى السكايب وعلى التليجرام وعلى التطبيقات الأخرى البديلة المشابهة التي بإمكانها تقديم نفس الخدمة ولكن بطريقة مختلفة، وهم حيستفيدوا من زيادة عدد المشتركين وزيادة عدد المستخدمين لهذه التطبيقات، وبذلك يعني الأسهم والمساهمات المالية لهذه الشركات ستستفيد وتربح على حساب الفيسبوك والواتساب والإنستغرام. يعني مؤسف جدا بالنسبة لنا كمستخدمين، يعني لن تكون لدينا أي فائدة، ولكن هي قد تكون صراعات ما بين الشركات. بالضبط. كما هو أيضا يعني حدث في مشكلة فيروس الكورونا، المستفيدين الوحيدين هم كانوا الشركات التي صنعت اللقاح والشركات اللي صنعت الأدوية، وهم يعني استفادوا مليارات وملايين، والمواطنين الغلابة ما استفادوش حاجة. بشكرك جدا أستاذ كايد، واسيبك ترد على التليفون، احنا شفنا ان جالك تليفون. شكرا جزيلا المحلل السياسي كايد عمر. شكرا لكم. شكرا جزيلا المحلل السياسي كايد عمر من لندن، كان معنا عبر وسائل التواصل. برضو ما احنا ما عندناش حل تاني. خليني اختم معاكم الاخبار بانه النهاردة كان في لقاءات الوعي الايماني اللي بتبثها قناة ميسات حصريا كل يوم 2 الساعة 8، و
هي من أنشطة لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس. النهاردة كان حضر نيافة الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، والمحاضرة كانت بعنوان سر الزيجة، وألقى المحاضرة اليوم أبونا القمص مكاري القمص تادروس كاهن كنيسة الشهيد ماري جرجس شبرا الخيمة، وهو الحقيقة أحد علمائنا. أنا شايف كمان أبونا بولس حليم المتحدث الإعلامي السابق للكنيسة الإبطية الأرثوذكسية كان منورنا في المركز، والحقيقة أبونا اللي قال المحاضرة النهاردة أبونا القمص تادروس حقيقة من علماء الكنيسة، والحقيقة يعني حد مبارك جدا جدا. خليني أخرج معاكم لكلمة وزير خارجية سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي اللي جمعه مع سيرجي لافروف النهاردة، ونتحاور حول هذا الموضوع بعد فاصل مش قصير قوي يعني. تبحثنا أيضا حول الموضوعات الإقليمية، أهمية العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السبل للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، توفر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وسوف نستمر في التنسيق الوثيق حول هذا الأمر، بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تطلع مصر بالدور الرئيسي إزائها لتحقيق الوحدة الصف الفلسطيني وإمكانياته على الوفاء بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. كذلك تناولنا الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية، والتفعيل الكامل لخريطة الطريق التي أقرت من خلال اجتماعات منتدى الحوار الوطني الليبي، وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من ديسمبر القادم، الحفاظ على وقف إطلاق النار، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وسوف نستمر في توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف، بحيث تستعيد المؤسسات الليبية صلاحيتها كاملة، وتحافظ على سيادة الأراضي الليبية، وتحافظ على الاستقرار والأمن، والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية التي تعمل وتتخذ من الأراضي الليبية ملاذ لها للتأثير على استقرار ليبيا واستقرار دول الجوار واستقرار منطقة الساحل والصحراء بل وأفريقيا أجمعها. هذا خطر داهم، وهناك ضرورة للتعاون والتنسيق سواء على مستوى الثنائي المصري الروسي أو على مستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهددنا جميعا. كذلك تحدثنا حول الأوضاع في سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية. كان هناك أيضا أطلعت الوزير على آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، وعلى خلفية صدر البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن، وانتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لروسيا على الدعم الذي لاقته مصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن، ونتطلع أن يستمر التعاون فيما بيننا في هذا الصدد نظرا للطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها، وأهمية التوصل في أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف ويزيل أي توتر قد ينشأ نظرا لاستمرار السياسات الإحادية التي لا يمكن أن تكون متسقة مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية. هناك قضايا فيما يتعلق باستقرار المنطقة، فيما يتعلق بالتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية، استمرار التعاون المشترك في مجال المنظمات الدولية، وهناك اهتمام وحرص باستمرار
العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وهي علاقات تاريخية، والعمل من خلال التنسيق والتشاور والرغبة في رعاية هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. شكرا. اهلا بحضراتكم معانا من جديد. بيشرفني يكون ضيفي في هذه الفقره الاستاذ محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدوليه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ ايهاب على حضرتك وعلى الساده المشاهدين الكرام. يعني كلاكسات دي اخبارها ايه؟ نقدر نبعد عنها سنه ولا ايه؟ حاضر من عينينا. طيب قول لي بقى، علاقات مع روسيا علاقات طويله وتاريخيه، واحنا بس عايزين نبدا من حيث انتهينا. يعني النهاردة كان في مباحثات مهمة جدا حوالين سد النهضة. ماذا تمتلك روسيا للإشارة أو التلويح بشيء من الحوافز أو بالضغط على إثيوبيا لإنهاء مشكلة سد النهضة في رأيك؟ يعني لا شك أن روسيا الآن هي فاعل دولي كبير طبعاً. ولها صقولها الدولي. يعني كنا نتحدث عن روسيا الآن، روسيا متواجدة في أفريقيا وتنافس بشدة الدور الأمريكي في داخل القارة الأفريقية، كذلك متواجدة في العديد من الدول العربية، لديها علاقات متجذرة وتاريخية مع مصر. مصر تسعى أيضا لاستغلال هذه القوى الروسية المتواجدة داخل القوى أو داخل القارة الأفريقية لحشد الموقف الأفريقي وتمثيل ضغوط على أثيوبيا، لأن الموقف المصري واضح في ملف سد النهضة منذ الوهلة الأولى ومنذ البداية، هو التوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف يضمن حقوق التاريخية للدولة المصرية وللشعب المصري في مياه نهر النيل ودون التفريط في أي جزء. لذلك روسيا تلعب دور مهم في هذا الملف، ولها أهمية قصوى لدى الأفارقة سواء من خلال علاقاتها، سواء كنا نتحدث عن علاقات اقتصادية أو علاقات عسكرية مع بعض الدول أو بعض قادة الدول الأفارقة. أيضا الحديث الآن ودخول روسيا في خط الأزمة، وخاصة أن روسيا طالبت أكثر من مرة وعرضت التدخل في خط الأزمة أو التواجد في أزمة سد النهضة ولعب دور وسيط مع الجانب الأثيوبي، هو تأكيد على أن مصر تدرك جيدا أهمية روسيا، أن مصر مفتوحة على جميع علاقاتها مع دول العالم وليس أحادية أو تسعى مع طرف دون آخر، ولكن هي تؤجل هذه الحلول إلى حينما تتأزم العلاقات أو يتأزم الوضع لكي لا تتصاعد أو تتفاقم الأمور أكثر من ذلك، وتدرك كيف ومتى تستخدم هذه الأوراق في علاقتها الدولية. طيب خليني أسألك عن مكوك السياسة المصرية العظيم سامح شكري اللي موجود في روسيا دلوقتي وبيسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي للرئيس بوتين دلوقتي. يعني التوقيت طبعا شديد الأهمية، محاولات استخدام الأوراق السياسية والجهود الدبلوماسية المصرية علشان يعني تتحل هذه الأزمة على خير، ومصر وضحت موقفها أنا أعتقد لطوب الأرض في الدبلوماسية الدولية. تشوف أن توقيت هذه الزيارة ومخرجاتها ممكن تكون إيه؟ لا، من المؤكد أن مخرجات الزيارة وتوقيت الزيارة يعني ليس فقط على صعيد أزمة سد النهضة، يعني يجب ألا تخذل هذه الزيارة على صعيد سد النهضة، ولكن هذه الزيارة تأتي في ظل تغيرات حتى دولية أو تغيرات إقليمية مهمة، من ضمنها على سبيل المثال ليبيا مقبلة على الانتخابات في نهاية هذا العام. أيوة. وهناك قوة دولية متواجدة في ليبيا، وتسعى مصر للتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية أيضا بضرورة إخراج المرتزقة. ومصر تدرك حجم العلاقة بين روسيا وتركيا في الضغط الروسي على الجانب التركي لإخراج هؤلاء المرتزقة. وأيضا يمكننا هنا الحديث عن الأزمة السورية وتطورات الأحداث الأخيرة في سوريا. بس قبل ما نسيب ليبيا، امبارح نجلاء المنقوش قالت إن في بدايات لخروج خروج المرتزقة من ليبيا، يعني هل بتعتبر ده استجابة ولا تكتيك ولا ايه بالظبط في رأيك، خصوصا مع سحب الثقة من الحكومة الليبية من البرلمان؟ لا، من المؤكد هو استجابة للضغوط المصرية المتمثلة على المجتمع الدولي وعلى تركيا تحديدا، وربما سبقت هذا الأمر تصريحات من وزير الخارجية المصري بأن هناك بوادر أمل من الجانب التركي أو تحسن في العلاقات المصرية التركية، وهو دليل على أن تركيا بدأت تستجيب أو ربما يكون هناك جدول زمني قريب لإخراج المرتزقة ستضع تركيا أمام
طاولة المفاوضات مع مصر أو الحوار مع مصر، خاصة أن يعني بيان وزارة الخارجية المصرية أو بيان المشترك الذي خرج عن الاجتماعات الاستكشافية كان يؤكد على أهمية الملف الليبي تحديدا وملف شرق المتوسط وملف السوري والملف أيضا أو القضية الفلسطينية. ولكن بالعودة مرة أخرى، ليس يعني أو ما يحدث في ليبيا هو يشكل أهمية قصوى للأمن القومي المصري ومتطلب ضروري مثله مثل أزمة سد النهضة. وربما يعني في حديث السيد الوزير سامح شكري استفاض في هذا الأمر بأن هناك تنسيق دولي حول هذه الأزمة وأن مصر تسعى بجدية لضرورة يعني إخراج المرتزقة واستقرار الأوضاع في ليبيا. لذلك الحديث هنا أو التواصل مع الطرف الروسي هو تواصل مهم للغاية في هذه الفترة تحديدا إذ كنا نتحدث على الملف الليبي. ولكن بانتقال أيضا إلى الجانب الآخر سنجد الملف الفلسطيني متواجد على طاولة المفاوضات. لا خليني بس ما تجريش مني، بس خليك معايا سنة، لأن أنا ملحقتش أسألك لما كنا بنتكلم في سد النهضة عن موقف روسيا، لأن روسيا والصين عملوا على خروج هذه القضية من مجلس الأمن بسلام كده، علشان هم كمان عندهم مشاكل كدول منابع وعاملين مشاكل مع دول أخرى للمصب، وهتبقى بقى إيه فرصة إن الدول الأخرى تشتكي من روسيا والصين في مجلس الأمن. فموقف روسيا حقيقي إيه تجاه أزمة سد النهضة؟ روسيا ليس لديها أي غضاضة في أن تساعد مصر في هذا الملف إطلاقا، وليس لديها أي مانع في أن تمثل ضغوط على الجانب الأثيوبي، وهذا الأمر عرضته روسيا في عام 2019 بأن يعني أن تتم أو حينما تعقلت عملية المفاوضات، عرضت روسيا أثناء القمة الأفريقية الروسية في سوتشي بأن تقوم بدعم مفاوضات جديدة أو تتبنى هذه المفاوضات، ولكن الطرف الأثيوبي رفض الدور الروسي، وثم بعد ذلك عرض في عام 2020 أيضا مرة أخرى هذا العرض أو قررت هذا العرض، ولكن كان أيضا مازالة القاهرة مستمرة في مفاوضات من خلال الاتحاد الأفريقي. روسيا لن ترغب أو حتى الصين لن يعطي أي قرار من مجلس الأمن يدين الطرف الأثيوبي، لأنهم يدرك تماما أن قرار مجلس الأمن سيكون ملزم لهم، ولكن يمكن أن يتم ذلك بعيدا عن مجلس الأمن من خلال الاتحاد الأفريقي أو المفاوضات أو الضغط حتى على الجانب الأثيوبي. ولكن طب خليني أسألك عن سوريا، أنت كنت هتبتدي تتكلم فيها، لأن الموضوع في سوريا النهاردة سامح شكري قال إن إحنا مستعدين نسمع التصور الروسي للخروج من الأزمة في سوريا اللي مصر طبعا بتدعمها بقوة، عشان تتنقل بقى لمرحلة ديمقراطية وتخلص بقى من كمية السلاح اللي موجودة على أرضها دي. لا ليس لا شك أن مصر تدعم هذا الأمر، خاصة يعني إن منذ أيام كان هناك زيارة من الرئيس التركي أردوغان لروسيا، وكان هناك حديث حول الأزمة في سوريا وحول تطورات المشهد هناك، وهذا الأمر يعني يعطي انطباع أو يعطي دلالة أن روسيا جادة في ضرورة تهدئة الأوضاع في الداخل السوري، خاصة أن روسيا مستدعاة من قبل النظام السوري أو الدولة السورية للتدخل ومواجهة الإرهاب الذي كان متواجد في عام 2015 هو الإرهاب الداعشي وعودة الاستقرار في ظل. طب هل في رأيك هتستجيب تركيا؟ لأنه النهاردة لافروف بيأكد في المؤتمر الصحفي على محاصرة الكيانات الإرهابية داخل سوريا وضرورة خروج القوات الأجنبية، وأكيد بما فيها قوات روسيا لأن هو برضو ليه قوات هناك، وسلامة ووحدة الأراضي السورية. من المؤكد أن تركيا ستستجيب، يعني تركيا الآن تحاول أن تنفتح في علاقتها مع الطرف الروسي بشدة، خاصة أن العلاقات متوترة للغاية مع الطرف الأمريكي أو مع الولايات الأمريكية، فتحاول أن تستجلي الود مع الطرف الروسي وتحاول أن تقيم علاقات مع روسيا حتى لو بنية المكايدة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي في النهاية ستكون تحت رغبة الطرف الروسي. الطرف الروسي لديه رغبة في عدم التواجد التركي، في عدم التواجد الإيراني، حتى في إخراج حتى القوات الروسية المتواجدة هناك إلا إذا كانت الدولة الروسية السورية لديها رأي آخر في أن تبقى القوات الروسية لدعم ما أو حذف أو شأن معين لمواجهة بعض الإرهابيين الذين ما زالوا متواجد، وهذا شأن يعني خاص والقانون الدولي حتى يتيح بأن تستدعي الدولة أو النظام
السوري بقوات أخرى لمساندة الدولة في مواجهة الإرهاب أو أي عمليات مسلحة قد تهدد أو تخل بالأمن والاستقرار أو يهدد الأمن القومي لهذه الدولة أو للدولة. طيب فاضل لي سؤالين على ما أسألهم لك، هيكون الوقت خلص فمش عارف هتجاوب إمتى. فلسطين ومصر، اتكلم عن المشاريع الاستثمارية لافروف النهاردة وقال إن في مقدمتها الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية، وبالنسبة لفلسطين روسيا تؤمن بحل الدولتين. اتفضل. لا، روسيا تدعم منذ فترة طويلة حل الدولتين، والموقف الروسي يعني واضح في هذا الملف، حتى أن روسيا استضافت في عام 2019 12 فصيل سياسي متواجد في الداخل الفلسطيني بهدف تهدئة الأوضاع ويعني لم الشمل الفلسطيني، خاصة أننا جميعا ندرك أن الفصائل الفلسطينية مختلفة فيما بينها ولديها العديد من الخلافات. اما بالنسبه انتقل معك سريعا للنقطه الثانيه وهي مصر والمشاريع، عشان يعني وقت حضرتك. مصر والمشاريع الروسيه، روسيا لديها طموح في ان تبني علاقات من جديد مع مصر في ظل التغيرات الموجوده الان، يعني هي تدرك ان مصر هي مفتاح لخارطه الشرق الاوسط وخارطه الافريقيه، وان مصر هي الاهم في عمليه الاقتصادية لأي دولة إن كانت ترغب التواجد أو التوجه إلى أفريقيا في إقامة علاقات اقتصادية أو سياسية أو حتى مع الشرق الأوسط. لذلك روسيا تسعى من خلال مشروع الضبعة أن تثبت أو تبني علاقات جديدة مع الطرف المصري أو مع مصر، وأن يكون هناك تكنولوجيا متطورة في مصر في الملف النووي، خاصة يعني أننا جميعا نعلم أن الولايات المتحدة ترفض بشدة إعطاء أي دولة عربية البرنامج النووي أو البرامج النووية، سواء كنا نتحدث عن طاقة سلمية أو غيره، وهذا الأمر اتضح جليا مع المملكة العربية السعودية. لذلك هي أخرى اتجهت ناحية روسيا في بناء مفاعلاتها النووية المقرر أو المزعم عقدهم 16 مفاعل نووي في مناطق محددة داخل المملكة العربية السعودية. لذلك روسيا تسعى من خلال مصر أن تبني علاقات مع المنطقة وتدرك أهمية هذا الدور. شكرا جزيلا محمد ربيع الدهي الباحث في العلاقات الدولية، شرفتنا، بشكركم جدا مشاهدينا، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة. تصبحوا على كل خير.